غادي نهضر لكم على هذا المشكل الحراري اولا فارم لوفت بوست اللي من الماركه ديال غيفلو. غندير لكم عليها واحد الريفيو اللي 100% يعني من استعمالي الشخصي ورايي الشخصي فيها. غنقول لكم فيها شنو هما الحوايج اللي زوينين وشنو هما الحوايج اللي خايبين، وفي اخر الفيديو غادي تشوفوني كيفاش كنقد بها الشعر. خليكم معايا ان شاء الله فيديو فيه بزاف ديال الافاده. اهلا وسهلا حبيباتي، كنتمنى تكونوا كلكم على خير وبخير. مرحبا بكم في فيديو جديده. هذه الفيديو هذه مهمه بزاف، طلبوا مني البنات نهضر لكم على هذا المشط هذا، لان كنت شاركت معكم واحد المشط اللي كنت خديته، مشط كهربائي يعني مشطه اللي كتخدم بالضوء وكنسرحوا بها الشعر ديالنا. كانت لقات يعني بزاف ديال الاستحسان ديال البنات، ودابا بغيت نشارك معكم هذا المشط هذا اللي غادي نهضر لكم عليه بزاف، شنو الخاصيات اللي فيه. المهم غادي تعرفوا كل شيء معايا افلا فيديو. غادي نشارك معكم الاشياء اللي زوينه فيه والاشياء اللي ما زويناش، غادي نهضر معكم بصراحه. المهم خليكم معايا لاخر فيديو، غادي نوريكم حتى الطريقه كيفاش كنصوبوا به الشعر، معلومات مهمه غادي نشاركها معكم. المهم خليكم معايا اخر الفيديو كيف ما قلت لكم. بالنسبه للبنات اللي مهتمين، البنات اللي ما عندهمش اهتمام، نتوما هنا وانتم وجودكم، بغيتوا تبقاو معايا مرحبا بكم، ما بغيتوا شيء. المهم غادي نبدا لكم لا فيديو على هذا المشط هذا اللي الاسم ديالو غيفلو. هذا المشط هذا البنات مشط كهربائي، المهم فيه بزاف ديال الانواع. فاش نبغيو نشريوه كاين فيه بزاف ديال الانواع، غير كذا خصنا كي كنقولوا ما نتصيدوش. المهم هذا المشط الاصلي، هذا الدوريجين يعني ماشي المزور او لا التقليد، لان كاين فيه تقليد وكيتباع باثمنه مختلفه وهكذا. نبغيو نشريو خصنا نعرفوا يعني شنو كنشريو. المهم هو كيجي هذا اللي هذا المشط هذا اللي سميتو غيفلون، كيجي على هذا الشكل هذا بالكرتونه ديالو، في هذا البلاستيك هذه كيف ما كتشوفوا يعني مغلف. المهم الحاجه اللي بغيت نقول لكم، واش نبدا لكم بالحوايج اللي فيه زوينين ولا الحوايج اللي فيه الخايبين. المهم بعدا هو كيجي فيه واحد الكتيب هنايا، كيكون كتيب ديالو ديال طريقه الاستعمال، وكذلك حتى ديال الكارونتي زعما الا وقعت فيه شي حاجه ولا هذا يعني كتردوه. وحتى الا خديتوها البنات، المهم بعدا هنا في اوروبا الا خديتوه تحتفظوا بالوريقه باش شريتو، يعني الكاسن بون ولا لوتيكي الكاس باش خديتوه. وهكذا الا ما عجبكمش ولا ما عرفتوش تستعملوه ولا ما يعني ما لامكمش، غادي تردوه وغادي تقول لهم السبب اللي علاش رديتوه وصافي وغادي يردوه لكم. المهم البنات هو كيجي على هذا الشكل هذا، فيه داك الفرشات فيه كبيره، يعني داك المشط فيه كبير كيف كتشوفوا. المهم كيجي على هكا، الاصلي كيكون البنات كاتبين فيه داك غيفلون تما كتكون مطبوعه، اللي كيكون مقلد ما كتكونش مكتوبه تمايا. هذا المشط هذا كيف كتشوفوا في الطريقه ديال الشده ديالو، صراحه زعما زوينه وسهله. كيف كتشوفوا داك البليصه الوسطانيه ديالها رقيقه باش هكذا كنقدروا نقبطوا بها باليد ديالنا، وملي كنكونوا كنصوبوا الشعر كنقدروا نصوبوا وما كنعياوش. المشط ديالو كيف ما قلت لكم للفرشات كبيره ما كتنتفش الشعر، الكبر ديالها كيساعدنا اننا ملي كنصوبوا الشعر كنقدروا نصوبوا خصله كبيره، كنمشطوا خصله كبيره وهكذا كنقدروا نصوبوا الشعر ديالنا يعني بواحد السرعه. ماشي الا كان مشط رقيق بحال المشط العادي اللي كنصوبو كنبقاو نديرو خصلات صغار خصلات صغار، يعني كنتعطلو في التصواب ديالو هكذا، كان كي زعما دغيا كان كيتسرع لنا التصواب ديالو. هنايا كاينين درجات الحراره، كاين واحد وكاين جوج. درجه الحراره الاولى كتكون سخونه، ولكن داك الهواء سخون ولكن ما كيكونش زعما حار جدا. الدرجه الثانيه هي اللي كنصوب انا بها كتكون حاره، يعني هواء كيخرج لنا ساخن وقوي. دونك هذا هو زعما الطريقه ديال الاستعمال ديالها. هذا الفيديو البنات انا هاد المشط خديته هذه واحد العام دابا، وهذه عام وانا كنصوب به في البرد في الصيف اي وقت، ويعني وخديت وقتي فيه. بزاف ديال صحاباتي اللي تا هما خداوه، وقلت غادي نشاركو معكم لان بزاف البنات كيجيوني في التعاليق على داك المشط اللي كنت شاركت معكم، واش زوين واش زوين واش زوين، وكيقولوا لي باش تنصحينا شنو ناخذوا، لان خرجوا بزاف الانواع. داكشي علاش قلت انا غادي نشارك معكم هذا المشط هذا، لان هاد لا فيديو هذه صورتها البنات شحال هذه واحد العام، ورغم ذلك ما حطيتهاش
قلت زعما ربما ماشي مهمه، ولكن دابا قررت انني نحط لكم، لان كيجيو عليها تساؤلات بزاف بالنسبه للبريز ديالها. البنات البريز طويل يعني كتجروه فين ما بغيتوا، يعني ما كتبقاوش لاصقين هكذا في البلاصه اللي نتوما فيها، كديروا يعني كتبقى لكم مسافه هكا بين داك البلاصه اللي كتصوبوا. كيف ما كتشوفوا البريز ديالها طويل، كتصوبوا يعني براحتكم، وحتى داك البلاصه اللي خارج البريز من المشط حتى هو كيدور، يعني فاش كتكونوا كتصوبوا داك البريز ديالها ما كيتلوالكمش، كيبقى يدور هو تما في بلاصتو، وهكذا البريز ما كيتلوى ما كيتعقد. كيف ما هنا ما بليش في التصوير، راني كنقصد لكم هذيك البليصه اللي لاصقه في المشط. المهم هذا المشط هذا البنات كيعودنا المشطه والسوشوار، المشطه والسوشوار. انا بالنسبه ليا كنت كنلقى صعوبه الا بغيت نصوب شعري بالمشطه بحال هكذا، والسوشوار كتبقى خص قابطه السوشوار بيد والمشطه بيد وصافي، وانتم ما كتصوبوا. يعني انا كنت كنتعذب، مي دابا صراحه ارتحيت مع هاد مع هاد المشط هذا الكهربائي، يعني استغنيت نهائيا على السوشوار وعلى المشطه. هاد الخاصيه البنات ديال هاد المشط الكهربائي ولا هاد فارم لوفت بيرست، انها كتصوبوها على شعر مبلل. كيف ما قلت لكم، غير كتدوشو كتصوبوا بها الشعر ديالكم، هو مبلل، منها كتنشفوا ومنها كتسرحوا بهذا درجة الحرارة اللي فيها. كديروا على حسب القياس ديال شعركم، الا كان شعركم خفيف وما بغيتوش يتضرر غديروا على واحد، بغيتو يعني تبغيو داك القوة ديال الهواء الساخن اللي كي هذا، غديروه على زوج. المهم نتوما عينكم ميزانكم. الحاجه اللي بغيت نقول لكم البنات بانها ما كتنتفش الشعر، يعني انا جربتها وعاودت كما قلت لكم هذه سنه وانا كنستعملها انا وانا وبنتي، زعما كتهنيكم داك النتيف ديال الشعر. الا كنت الشعر ديالكم الا كان رطب، يعني ماشي رطب 100% ولكن المهم رطب شويه، يعني غادي تسرحوا به وغادي تنشفوا في نفس الوقت، وغادي تعطيكم واحد الفوليوم للشعر ديالكم، يعني ما غايجيكمش الشعر نازل بزاف بحال هذاك فاش اللي كنصوبوه بهاغليتا اولا بداك لي بلاك. والا كان شعركم يعني لي كيرلي غادي تنشفوا، وفي نفس الوقت غادي تصوبوكم غير هو ما غاديش يجي نازل بزاف بزاف حريري، كيتما كنديروه بالهاغليتا. كيف ما كتشوفوا انا كنستعملو قدامكم، يعني شعر كان مبلل وصوبته، كتقدروا ديروا خصلات كبارين كيف ما كتشوفوا معايا، وكتصوبوا كتصوبوا اما كيرلي يعني يعني داير او لا تديروا يعني مطلق. الاثمنه ديالها كتراوح البنات من محل الى اخر، تقدر تلقاوها ما بين 40 اورو حتى 50 اورو، وكنقول لكم حذاري من التقليد، يعني كتشري تكون تعرفوا شنو كتشري. المهم هذه كاع المعلومات اللي كنت نقول لكم. حاجه واحده اللي ما عجبتنيش فيها هي انها كدير الصداع، هذا هو زعما الحاجه الوحيده اللي خايبه فيها، انها كتكون كتصوبو يعني كدير الصداع، يعني ما تقدرش دير بها بالليل الا كنتو ساكنين حدا الجيران راكم غادي تصدعوهم. المهم هادشي كله اللي غادي نقدر نقول لكم على هذا المشط الكهربائي اللي صراحه نفعني وريحني بزاف بزاف على يعني هناني من السوشوار والمشطه، يعني كنخدموا بجهدين، هذا كتخدم يد وحده وكتسر بكم، يعني في اخر لحظه تقدروا تصوبوا بها وتخرجوا العمل ديالكم الا كانت عندكم شي خريجه ولا شنو ما بغيتوا، يعني كتسهل عليكم الامر بزاف بزاف. كنتمنى البنات نكون جاوبتكم على الاسئله ديالكم، كنلقاكم فيديو اخر وموضوع جديد وريفيو جديد ان شاء الله. السلام عليكم.